ساكنة مدينة الدار البيضاء، الله يجزيكم بخير. كل واحد يشد البيت تاعو ويشد الأولاد ديالو والأبناء ديالو. حنا ما عارفينش الخطورة ديال هذا المرض، ما عارفينش الخطورة ديال هذا الفيروس القاتل. راه دول عظمى مثل الصين، إيطاليا، إسبانيا، أمريكان، شنا كيفاش يتعاملوا مع هذا المرض. لهذا تنطالبوا من الجميع المغاربة، من جميع المغاربة، باش يحاولوا يدخلوا البيوت ديالهم، ويحاولوا يوعيوا الأبناء ديالهم بخطورة هذا المرض. هذا فيروس فتاك، يجب علينا كمواطنين مغاربة باش نحافظوا على سلامة ديال الوليدات ديالنا، نحافظوا على الأرواح ديال الأبناء ديالنا. ربما كما شفتوا معايا الجميع ما عرفش الخطورة ديال هذا المرض. لهذا تنطلب من الجميع لي غون، لي ماسك، الانسان ما يخرجش الا للضروره. شد دابا تقريبا في مدينه الدار البيضاء جميع السلطه المحليه والامن الوطني كلشي خارج، وتيقولوا للناس وتيقولوا لعباد الله دخلوا للدور ديالكم، دخلوا للدور ديالكم، الا كنتوا تخرجوا الا للضروره. هناك خطر خاصنا نستعدوا ليه. اكيد المغرب ما عندش امكانيات ديال التطبيب، ما عندناش الامكانيات اللازمه. كما دائما تنقولوا في الفيديوهات ديالنا، في المواقف ديالنا تنتكلموا، خاصنا مستشفيات، خاصنا اطباء، عندنا اطباء مستوى، ولكن ما عندناش مستشفيات في المستوى. لهذا تنطالب من الحكومه المغربيه، هذا الفيروس غادي يمر مره الكرام، اللي تنطالبوا باش يديروا لنا مستشفيات. راه عيب وعار، عندنا 240 سرير اللي عندنا راه شوها. سمعنا الطليان تقريبا كم مدينه فيها كم مستشفى عندهم 2000 سرير، حنا اش عندنا؟ الا نتكلم على المدينه ديال المحمديه، اش عندنا؟ عندنا سبيطار واحد ما كافيش. مدينه الدار البيضاء فيها تقريبا ازيد من 5 ملايين ديال البشر، كيفاش غنتعاملوا مع هذا الفيروس؟ لهذا الرساله ديالي للاباء والامهات، الله يجزيكم بخير، حافظوا على السلامه ديال الوليدات ديالكم، الله يجزيكم بخير. هذا نداء، عبر منبر هيبا برايس لجميع المغاربه داخل ارض الوطن، اما خارج ارض الوطن الله يشافيهم، الله يكون معاهم. داخل ارض الوطن حافظوا على الوليدات ديالكم، حافظوا على السلامه ديال العائله ديالكم، على الاباء ديالكم. ما نخرجوش يا سيدي، ما نخرجوش من الدور ديالنا. تنطلبوا من الله، بغينا تنزل العسكر ويحبس الناس، حتى واحد ما يخرج، لان الخطوره، ديال الفيروس هذا فيروس قاتل. نتمنى والله السلامه، ونتمنى من الله يحفظ البلاد ديالنا ويحفظ جميع العالم، لان احنا كمسلمين تندعو مع كل شيء، ندعو مع جميع الديانات، يا مسلمين يا نصارى يا يهود يا كل شيء، لان هذا فيروس فتاك. لهذا تنطلب من الجميع لازموا البيوت ديالكم، تثمر هذه الأزمة بسلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.